مرحبا فيكم أحبائي، كيفكم؟ أنا هلأ جيت من برا، كنت عند حكيمة أسنان، كنت عم زبط ضرسي، أكلتها إبرة بنج. الله لا يفرجيكم، حس الحكي عم بيروح لهونيك. فصراحة ما بقى في كتير وقت، وبدي فوت أعمل لهم غدا، بس ضروري أعمل لهم شي هيك على السريع، غدا يعني ما ياخد معي وقت أبدا، لأنه أبدا ما بقى في وقت. في مبارحة أنا كنت عملت لهم دجاج بالفرن، وباقي عندي كم قطعة من صدور الدجاج. انا ولادي ما بياكلوا صدور الدجاج ابدا، بيعلكوها بيعلكوها بعدين بيبزقوها، بياكلوها باكلات كتير قليله مثل الشيش طاووق او اكلات كتير قليله، بس شوي بالفرن ما بتنبلع معهم. ففي اكله كتير سهله هيك بعملت هيك بتنعمل صدقوني، وبتنحط لها صدور الدجاج وبتدوب بقلبها ما بتبين. فقلت لها حتى ما اصور اخدكم معي وفرجيكم هيدي الطريقه، لربما انتم بتعانوا من هالمشكله مع اولادكم مثلي، حتى تستفادوا. مشوا معي. هول هن سفين الدجاج او صدور الدجاج، انا فرنستهم او نتفتهم بهالطريقه على قد ما بقدر، بسم الله حسيت كبر حجمهم من بعد ما فرنستهم. هلا حانتقل على الغاز. انا تاركه عندي هون طنجره على النار فيها 4 كبايات من المي، مي بس من دون اي شيء، لانه بدي اعمل 2 كباية من الرز. اذا بدكم تعملوا كبايه واحدة يحطوا 2 كباية مي. ححط اول شيء رشه الملح، ملح خشن تيدوب عندي بسرعه، تعرفوا ملح الخشن صحي اكثر، وملعقتين من بهار الدجاج. بسم الله بحركهم منيح منيح تيدوبوا. ريحتها بتشق القلب، ريحتها كتير حلوة هالبهارات. بعد ما كنت اتأكدت انه البهارات دابوا منيح منيح بالمي، حضيف عليها 2 كباية الرز. بسم الله برجع بقلكم بدون غسيل اذا انتو واثقين من نوعية الرز، ما في داعي ابدا تغسلوه. انا بجيبه رز مغلف معلب وبجنن وماركة محترمة ما بغسلها ابدا، بس الرز اللي بيكون فلت ومعرض للهواء وللغبرة فاكيد بدكم تغسله اكيد. وكمان مباشرة نضيف الدجاج. بسم الله بحط كل الكمية، بقلبهم مع بعضهم. في هون عظمة منيح اللي لقيتها كانت فالتي مني. انتو قولوا لي في اسهل من هيك؟ هلا هيك حاتركها وغطيها وانطر عليها تتستوي. وبخصوص البهار، البهارات اللي حطيتهم لهالاكلة، بعرف حتسألوني عنهم. هذا بهار دجاج، مش مثل اللي انتم مفكرينه اللي بينباع بالسوبر ماركت مغلف بماركات معينة، فهمتوا علي انتو؟ هيدا انا بجيبه من العطار، بجيبه هيك فلت، هو بيعبي لي قد ما انا بدي. هيدا اسمه بهار مرق الدجاج، خالي تماما من اي مواد انتو ببالكم انه مضرة او شيء مثل الموجودة بالمكعبات. هي عبارة عن خلطة من البهارات، كاري وكركم ورشة كمون صغيرة، اللهم صل على النبي، وشوية توم باودر وبصل باودر واوريجانو ورش صغير من البقدونس الناعم على ما اعتقد، هول هن كلهم يمكن. خالية تماما من الملح، من الاملاح اللي انتو ببالكم. هيدي الاملاح يلي بتكون موجودة بالمكعبات، يلي حسب ما بنسمع انه بتتلف خلايا الدماغ، مع انه انا ما بعرف، ماني متأكدة من هالمعلومة، بس بعرف كلياتنا بنكره المكعبات، بس انا للحقيقة كتير بحب نكهتها، كتير بحب طعمتها، ولقيت طعمتها بهذا الخليط. انا بجيبه من، وصراحة هذا مرطبين عادي، مرطبين مربى كان، انا عبيته بهار دجاج وبستعمله لهيك اكلت، وبعمل منه شوربة برمضان، بعمله شوربة اشعيرية بحط منها من هذا البهار، صدقوني بتطلع كتير طيبة، طعمتها بتاخد العقل. شي نهار حاعمل لكم اياها. وهلا لبين ما كانت استوت اكلتنا حوطي النار تحتها واعمل صحن سلطه على السريع وبرجع لكم وقت التقديم. في عندي ملفوفه بالبراد، حاعمل سلطه ملفوف وبندوره. على فكره ما تستغربوا في كيس بجرار البراد، انا قصد حطيتهم بكيس هولي توم، كتر ما كان يفرخ التوم عندي برا على البلكون او بجرار سله البطاطا بالمطبخ، قررت اني احطهم بكيس وحطهم بجرار البراد تما يقعدوا يفرخوا. وعلى فكره فعليا طريقه كثير منيحه، بنصحكم جربوها.
وما انه مسم ابدا مثل ما كنا نسمع، لا سام ولا بيلقط سموم ولا بيسممنا ولا ابدا، بالعكس بتحافظوا على التوم بهالطريقه. عملت جوت سلطه محترم بهالكم نوع خضره يلي لقيتهم عندي بالبراد، وضفت عليهم شويه بصل اخضر. انا كنت زارعه عندي على البلكون بصل اخضر، جبت عرقان فرمتهم وحطيتهم على وشهم. حضف لها كمان رشه من النعنع اليابس تعطيها نكهه مميزه، بس ما ححركهم، حاتركهم هيك وغلفهم بكلينك فيلم وحركهم، بس حط جوط السلطه على السفره. وبالنسبه للرز تبعنا، بسم الله، نشفت ميته وقرب ليستوي. طبعا انا ما حاسكو بدق قدامكم لانه انا عملته شي 100 مره قبل هلا وضايقته، وبعرف طعمته بتاخذ العقل. بنصحكم جربوه، شفتوا قد ايه طريقته سهله وما بدها لبكه وما بتاخذ وقت ابدا. وبنهايه هالفيديو بتمنى يكون عجبكم وقدرت فيدكم، وباي. ريحته كتير طيبه.